احكي لي بقى، اولادك الحلوين راحوا شافوا الفيلم ولا لا؟ راحوا معايا العرض الخاص. قالوا لك ايه بقى؟ احب اعرف انا وجهة نظر الجيل الجديد ده. آسر مبدئيا فضحني، يعني قاعد بيتفرج في العرض الخاص ففي ضرب نار وواحد مات وبتاع، قال طبعا ده صوت، انتوا ما ماتش بجد؟ فضحني بابا، فضحني. قال لي ده بابا اكد لي، فضحني. اقول مش عارف ايه، في جملة كده بقول، قال لي ايوه يعني ايه بقى بصوت عالي. قلت له ايه استنى اقول لك بعد العرض يا ابني، مش كده، اسكت اسكت. حمزة بيبقى مبسوط، هو حمزة لسه عنده 3 سنين ونص، فبيشوفني بيبقى فكرة ان بابا مبسوط. قدامي وجنبي دي كمان مبهرة هو بالنسبة مبسوط وبيبقى شايف بابا ده في التلفزيون، يقعد له كده ويقعد يتفرج عليه، هو مش عايز حاجة تاني، هو تمام. شايف عندهم ميول حد منهم كده للتمثيل؟ بيبان مع الولاد بالذات الجيل الجديد بقى، عندهم على طول في المدرسة تمثيل ومسرحيات وحفلات وكده. عندهم ميول، وكل سنة بروح احضر لهم العروض، بيعملوا عروض في المدرسة بتاعتهم، بس بتبقى عروض مش يعني الحاجات بتاعت الاطفال اللذيذه دي، الحاجات اللطيفه دي، وبتبقى بالانجلش كمان مش بالعربي، فانا ببقى قاعد الله الله يا حبيبي ربنا يوفقك. مش فاهم حاجه بس تمام، انا مبسوط، الفلوس ما راحتش هدر يعني. دي اهم نقطه. ايوه طبعا. فلا عندهم طبعا ميول الاثنين، وحمزه كمان عنده، حمزه بيمشي يعمل حاجات في البيت مش طبيعيه، يعني بيمشي يعمل كاركترات في البيت، اقول له ازاي ده يعني واخد بقى الارتجال بقى من المسرح كل بتاعك. حاجه واخد كل حاجه. انا ملاحظه ان انت مركز اكتر في السينما، ومركز ان يبقى ليك في السنه فيلم واثنين وثلاثه اكتر من الدراما، ليه بقى؟ هقول لك ليه، لان انا جيت في وقت كنت مركز في الدراما جدا، وما كانش ليا حاجات سينما كتير. تمام. وركزت في الدراما وعملت اللي انا شايفه حلو، بان وصلت لمرحله كده انا مبسوط. مش ما هياش يعني مش كل اللي انا عايزه، بس انا مبسوط اللي حد كده انا تمام. السينما بقى فين؟ وهي اللي بتعيش، وهي اللي بتكمل. احنا بعد كام سنه ما حدش هيتفرج على المسلسلات، هيتفرجوا على فيلم. فيلم ساعه ونص بيسيبوه وهم بيتغدوا، هيسيبوه هيقولوا ياه وانا صغير اتفرجت على فيلم كذا، ما تيجي نتفرج عليه تاني. صح. فالسينما دايما هي اللي بتعيش مش المسلسلات. فكان لازم واقفه بقى مع النفس، فقلت لا لازم اركز شويه في السينما، وقد كان.